وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. بداية وبعد التحية، كيف تقرأ الدعم الأوروبي للقضية الفلسطينية حاليا والرفض التام للإجراءات الإسرائيلية بخصوص سياسات الحكومة الإسرائيلية؟ هو بالتأكيد نرى تغيرا لافتا في المواقف الدولية السابقة، تغير ذلك هناك تحول ما بين بداية العدوان الإسرائيلي إلى الآن. سيد محمود، يعني الصوت غير واضح، يعني نرجو أن يكون الصوت أوضح من ذلك. نحن نرى ونلمح لافتا وكثيرا في المواقف الدولية من ذلك. نعم، نعتذر سيد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني عن رداءة الصوت من المصدر. شكرا جزيلا لوجودك معنا.